قضية التغيرات المناخية هي قضية غير عادلة بالمرة. تقوم الدول الصناعية بتحقيق نهضة صناعية، تقوم طبعا ثورات صناعية متلاحقة، وفي النهاية من يدفع ثمن ده هي الدول النامية والدول الفقيرة والدول الأفريقية بشكل عام. لكم أن تتخيلوني في دولتين بس من الدول العظمى هي المتسببة في إحداث حوالي 40% من تأثير التغيرات المناخية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فلما نقول إن هي قضية غير عادلة لأن هي بتؤثر على الدول الضعيفة في تكوينها الجغرافي والطبوغرافي، واحنا شايفين طبعا تأثير التغيرات المناخية علينا في القارة الأفريقية عامل ازاي خلال الفترة اللي فاتت. تساؤلات عديدة، في بعض الناس بتقول ايه الفرق مثلا، وبتسأل ايه الفرق ما بين تقلبات او تغيرات المناخ وتقلبات الطقس. في ناس بتسأل وبتقول هل ظاهرة التغيرات المناخية دي هي ظاهرة طبيعية تحدث من ملايين السنين ولا دخل البشر فيها؟ حاجات كتيرة جدا وأسئلة كتيرة جدا هتجاوبنا عليها طبعا دلوقتي الدكتورة إسراء صابر، مدير إدارة بحوث تغيرات المناخ بوزارة البيئة. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور. يا اهلا بحضرتك. حضرتك يا دكتور، هل بالفعل هي ظاهرة طبيعية؟ هي ظاهرة في الأساس طبيعية، كانت بتحدث من ملايين السنين طبعا، لكن هي كانت بتحصل بوتيرة أقل كتير جدا من اللي بتحدث بيها حاليا بسبب الأنشطة البشرية. يعني هو طبعا كان في جدل كبير ما بين العلماء وما بين صانعي القرار والكلام ده، إن هو هل هي فعلا بسبب الأنشطة البشرية ولا هي بتحصل بشكل طبيعي. لكن الجدل اتحسم ان هو الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي في زيادة غازات الاحتباس الحراري وحدوث ظاهرة تغير المناخ بشكل متسارع اكتر بكتير من ما كانت بتحدث قديما، يعني وبشكل بيخلي يعني البيئة الطبيعية ما بتعرفش تتواكب مع التغيرات اللي بتحصل، وده بيؤدي لكوارث عظيم. طيب دكتور، درجة 1.5 ايه اهميتها؟ درجة 1.5 دي اللي نقدر ان احنا يعني نعيش ونمارس حياتنا طبيعيا في ظلها. ودلوقتي حاليا يعني احنا وصلنا لارتفاع متوسط درجات الحرارة بحوالي 1.1 درجة طبقا لاخر تقرير للIPCC. لكن احنا المفروض ان احنا طبقا لاتفاق باريس نوصل ل1.5 درجة بحلول عام 2100، وده تحدي كبير. طيب عايزين نعرف هل في فرق بين المصطلحات دي ولا لا، بين تقلبات الطقس وبين التغيرات المناخية، بين التخفيف والتكيف؟ هو حاليا هو في طبعا بيحصل تقلبات مناخية بشكل طبيعي، لكن حاليا مع ظاهرة التغيرات المناخية ابتدى يحصل حاجات اسمها احداث مناخية جامحة او متطرفة، extreme weather events او احداث طقس جامحة. دي ابتدت ان هي تزيد في حدتها وتكرارها بشكل كبير، من ضمنها الموجات الحارة اللي بتيجي مثلا في الصيف، موجات البرد اللي بتيجي في الشتاء، الزلازل، البراكين، الاعاصير، كل دي من الاحداث المناخية الجامحة اللي بقت بتتكرر وبنشوفها في مناطق كتير من العالم، وبتأدي لكوارث كبيرة جدا وبتأثر على المجتمعات وعلى الممتلكات والافراد. عظيم. طيب دكتور، الأطروحات البحثية المصرية اللي هتطرح هنا في كاب 27 وفي أي الجلسات وفي أي أيام؟ هو في عندنا طبعا مشاركة بحثية مثلا من المراكز البحثية المصرية، يعني في عندنا سيماتيك دايز بيتم طرح فيها الأبحاث والمشاركات الخاصة بالكلايمت تشينج وربطها بجوانب كتير جدا، بالمياه، بالزراعة، بالبيوديفيرسي أو التنوع البيولوجي وهكذا. طيب انتوا بقى في بحوث التغيرات المناخيه، ايه دوركم خلال الفتره اللي فاتت للتكيف او للتخفيف من اثار هذه التغيرات المناخيه؟ ونحن نتذكر في 2019 وتحديدا في مايو من عام 2019 درجه حراره الارض عندنا في مصر هنا وصلت ل 50 درجه مئويه، ودي كانت اعلى درجه وصلت ليها، درجه حراره الجو عفوا وصلت 50 درجه مئويه. هو احنا بالنسبه للجهود بتاعه التكيف والتخفيف، هو طبعا في فرق ما بين المصطلحين. التكيف ان احنا ازاي يبقى في استجابه للتغيرات المناخيه سواء الحاصله حاليا او اللي هتكون في المستقبل، لكن التخفيف هو ازاي ان احنا نقلل من تركيزات انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري في الهواء الجوي، سواء من تقليل من انبعاثات نفسها او تقليل من تركيزها في الهواء الجوي. ده في جهود مصريه، لكن خلينا متفقين الغازات دي لابد انها تكون موجوده، لكن بنسبة. في بعض منها بيكون طبيعي زي ثاني اكسيد الكربون والميثان واكسيد النيتروز، دول موجودين بشكل طبيعي، ودول لولا وجودهم اصلا درجه الحراره هتقل بشكل كبير وبيبقى برضو الجو غير صالح للمعيشه. لكن احنا لما بنتكلم على المشكله بتاعه زياده التركيز، احنا بنتكلم ان هي التركيزات بتاعتهم بقت
يعني اعلى من المعدل الطبيعي، خلقت حاله من عدم وبالتالي التوازن. خلقت حاله من عدم التوازن وادت لارتفاع درجات الحراره المتوسط بتاع درجات الحراره على مستوى العالم، مش في مصر بس. ولما بنتكلم على التغيرات المناخية احنا بنتكلم على ظاهرة عالمية، ما فيش دولة تكون بمعزل عن بقية الدول، لان مش شرط الدول اللي تكون يعني منتجة اكتر لغازات الاحتباس الحراري هي اللي تكون بتتأثر اكتر. صحيح، ويمكن ده يا دكتور بيحصل عندنا في مصر، احنا مش دولة مؤثرة بشكل كبير في مسألة التغيرات المناخية، لكن بنتأثر بشكل كبير بالزبط. بتغيرات المناخية يعني اهم التأثيرات اللي حاصلة في مصر، احنا بنتكلم عن الدلتا، عن الشعاب المرجانية اللي الناس بتيجي مخصوص يعني البحر الاحمر عشان تشوفها، ايه اهم المناطق اللي متأثرة عندنا دلوقتي؟ هو ابتدى يبقى فيه تأثر للشعاب المرجانية والبيئة البحرية، وكمان في جوانب كتير جدا عندنا ابتدت ان هي تتأثر، والتوقعات المستقبلية كمان عندنا ان هي هتتأثر بشكل اكبر. في عندنا إيه الشعاب دي، دلتا مثلا اسكندرية، طبعا في عندنا مناطق الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، في مناطق اللي تكون منسوبها أقل من منسوب سطح البحر، دي معرضة ممكن لأن هي يتم غمرها بالمية. في مناطق من الدلتا، في مشكلة عندنا مش بس غرق بعض المناطق، ولكن دخول المية المالحة للأراضي وتلوث المياه الجوفية وتلوث الأراضي الزراعية بالملح، وبالتالي بتفقد خصوبتها. يعني ده كله كمان ليه تأثير على الأمن الغذائي المصري، لأنه هيأثر على الأراضي الزراعية والمحاصيل اللي بتخرج من هذه الأراضي. طبعا احنا طب لم هل في تعاون بقى بينكم وبين وزارة الزراعة في هذا الصدد؟ طبعا بيبقى في تعاون بيننا وبين جميع الجهات، وفي المجلس الوطني للتغيرات المناخية ده كمان بيساعد على التعاون ما بين الجهات المعنية جميعا في مصر، علشان يبقى القرار مش بمعزل عن باقي الجهات المعنية فيما يخص التغيرات المناخية. بتقدموا لهم ايه يا دكتور؟ هل حلول بحثيه؟ يعني ايه اللي بيتم تقديمه لوزاره الزراعه لو احنا بنتكلم بالتحديد على مساله التاثر اللي حاصل على الاراضي الزراعيه والمحاصيل اللي باظت، وزي ما شفنا مثلا السنه اللي فاتت المانجا مثلا باظت، ف يعني ازاي بتقدموا لهم حلول لده؟ هو كل جهه يعني مثلا وزاره الزراعه ووزاره الري بيبقى في جهه بحثيه جوه الوزاره نفسها خاصه بالتغيرات المناخيه، يعني في معهد التغيرات المناخيه في وزاره الزراعه، وكذلك في برضو في وزاره الري، دول خاصين بالبحوث الخاصه بالتغيرات المناخيه وتاثيرها على مجال الزراعه او مجال الري وهكذا. بيكون لهم توصيات معينه مثلا يزرعوا في وقت معين، يروا بالطريقه المعينه دي، يزرعوا طبعا يزرعوا بدري شويه في بدري شويه عن العروه قبل ارتفاع درجه الحراره بشكل كبير، يبتدوا يروا بالري بالتنقيط او بالتقطير، اساليب الري الحديثه. في دلوقتي طبعا جهود على مستوى الدوله زي تبطين الترع، زي ان هو يتم التعامل مع المزارع بشكل مباشر بحيث ان هو يبقى فيه ارشادات زراعيه، في كمان طرق الري الحديثه اللي بالتنقيط او ري محوري او الكلام ده علشان توفير المياه طبعا. ففي جهود على مستوى الدوله وفي جهود على مستوى الوزارات نفسها. عظيم. احنا طبعا وزاره البيئه بنختص بالتخطيط وتقديم الخطط اللي بيتم تنفيذها على مستوى الوزارات جميعا. طيب ده عظيم جدا، ازاي نوصل بقى لشعار هذا المؤتمر ان احنا نخرج بقى من اطار الاتفاقيات الى التنفيذ على ارض الواقع؟ ما هو شعار المؤتمر فعلا هو تنفيذ ده، يعني بيحتاج اولا ان يتم التمويل للدول النامية لان هي الاكثر تضررا بالتغيرات المناخية، وبالتالي لازم ان هو يتم التعاون ما بين جميع الدول سواء في نقل التكنولوجيا او بناء القدرات او التمويل، علشان كل الدول تقدر توصل لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع. صحيح، ليه قضايا التكيف مش واخدة نفس الزخم اللي واخداه قضايا التمويل؟ التكيف بالنسبة للدول النامية هو قضية مهمة جدا، يمكن هي يعني أهم من التخفيف بالنسبة صحيح. للدول النامية، لأن هو الكونتريبيوشن أو المساهمات بتاعتها في زيادة غازات الاحتباس الحراري بتكون أقل من الدول الصناعية الكبرى،
وبالتالي بيتم التركيز على التكيف أكتر بالنسبة للدول النامية، والتكيف بيحتاج إلى تمويل طبعاً. صحيح. فهو في الأول وفي الآخر التمويل هي القضية مهمة جداً علشان يتم سواء التكيف أو التخفيف. لكن التخفيف إحنا بنتكلم برضو على استثمارات، يعني لما بنشوف طاقة جديدة ومتجددة دي بتكون استثمارات. لكن شايفة زي الاستثمارات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في مصر واللي تم تنفيذها، وإحنا لو بنتكلم على مدينة شرم الشيخ تحديدا فبنتكلم على مدينة أصبحت مدينة خضراء مستدامة، لمستي إزاي كل هذا من ساعة ما وصلت شرم الشيخ؟ طبعا مصر بيشيد ليها العالم بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة. في عندنا رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية وهي طاقة بنبان في أسوان. في عندنا برضو مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء بيتم فيها استخدام الطاقة الشمسية، بيتم فيها في غابة شجرية بيتم ريها بالمياه المعالجة. فدي كلها جهود بتساهم في تحقيق الأهداف بتاعت قضايا التغيرات المناخية. طيب انتوا في بحوث التغيرات المناخية، هل هتشتغلوا الفترة الجاية على مزيد من الأبحاث، ولا احنا خلاص توصلنا للمشكلة وعرفنا حلها وبادئين دلوقتي خلاص في الطريق لحلها؟ لا، هو دلوقتي احنا بنفتح المجال اصلا للحلول المبتكره في قضيه التغيرات المناخيه سواء في التكيف او في التخفيف. وبنشجع كمان الشباب على المشاركه والمشروعات الناشئه والستارت ابس ان هي تبتدي تتجه للتغيرات المناخيه وتبتدي انها تساهم، والقطاع الخاص ويعني على مستوى القطاعات المختلفة من الدولة ان هي تبتدي تساهم في القضية دي، لان حجم المشاركة الشبابية في مسألة الخطط الخاصة بالطاقة النظيفة ومسألة التنمية المستدامة ومدى استيعابهم لضرورة العمل بهذه الطريقة. لا، هو الشباب دلوقتي ابتدى يكون ليه مساهمات فعلا فعالة ومهمة جدا في قضية التغيرات المناخية، وابتدى يبقى فيه اهتمام كبير ومتزايد منهم واهتمام كمان من الدولة ان يتم مشاركتهم. ويمكن شفنا في الايام اللي فاتت كان في مؤتمر الكوي او الكونفرنس اوف يوس، ده كان ورش عمل ومحاضرات وجلسات. انتوا كان ليكوا دور فيه؟ كان بيتم مشاركة الشباب وتقديم حلول مبتكرة وتقديم قصص نجاح فعلا تمت على أرض الواقع في مجال تغيرات المناخية. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا دكتورة إسراء صابر مدير إدارة بحوث تغيرات المناخ بوزارة البيئة. ألف شكر لك يا فندم. ألف شكر. هنفضل مستمرين مع حضراتكم في تغطية أحداث وفعاليات قمة المناخ هنا بشرم الشيخ مدينة السلام، لكن دلوقتي هنروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعده نكمل. خليكم دايما مستنيين.